السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض منهج كونكت KG2 ترم 1 او الترم الاول، ودي الحلقة الثالثة من منهج كونكت الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت يا اصحابي Let's be healthy، او دعنا نكون اصحاء، وعرفنا يعني ايه jump ويعني ايه run ويعني ايه kick ويعني ايه eat. لو مش فاكرين الكلام ده تقدروا تتفرجوا على الدرس اللي فات. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض من page 11 او صفحة 11، وهنا busy bee بتقول لنا look and draw. look يعني انظر، and draw وارسم. هنرسم ايه؟ هنرسم smiley face او sad face. smiley face وجه مبتسم، او sad face وجه حزين. لو انا شايف الطفل اللي قدامي بياكل healthy food او اكل صحي هرسم له طبعا smiley face، لكن لو انا شايفه بياكل unhealthy food او اكل غير صحي هرسم جنبه sad face او وجه حزين. فاول حد يا اصحابي صديقتنا الجميلة دي قاعدة بتاكل فروتس او فاكهة، وطبعا الفروتس او الفاكهة هي healthy food طعام صحي ولا unhealthy food طعام غير صحي؟ شاطرين كلكو، هي healthy food او طعام صحي، فنرسم هنا جنبها smiley face او وجه سعيد وجه مبتسم. طب صديقتنا اللي جنبها هنا في الصورة التانية دي بتاكل حاجة مقلية زي ما تكون شيبسي مثلا، أو حاجة من المقرمشات سناكس يعني، هل يا ترى السناكس دي healthy food ولا unhealthy food؟ شاطرين it's not healthy food، دي طعام غير صحي أو unhealthy food، فنرسم جنبها هنا sad face. طب صديقنا ده بيشرب water أو مية، والووتر او المية تعتبر healthy food لانها حاجة طبيعية ربنا خلقها لنا في الطبيعة وبتفيدنا وبتفيد جسمنا، فهي تعتبر healthy، فنرسم هنا جنبه smile face. اما صديقنا الرابع ده بيشرب كولا او بيبسي، وده طبعا unhealthy او غير صحي، فنرسم جنبه هنا sad face او وجه حزين. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 12 وعنوانها I can skip. I can، I يعني أنا، can أستطيع، skip يعني يقفز. ولو تفتكروا المرة اللي فاتت أخدنا أنواع القفز، في عندنا jump يعني ينط بجسمه كله لفوق، وفي عندنا hop بينط على رجل واحدة أو بيقفز على رجل واحدة، وفي عندنا skip اللي هو لما انا اقفز من فوق حاجة معينة ده اسمه skip. كمان عرفنا يعني ايه climb يعني يتسلق، وعرفنا يعني ايه kick يعني يركل، وعرفنا كمان يعني ايه run يعني يجري. الكلمات دي كلها موجودة في الدرس اللي فات، لو حابين تراجعوا عليها بالتكرار تقدروا تتفرجوا على الدرس اللي فات هيفكركوا بيها. فهنا busy bee بتقول لنا listen استمع and point وأشر، فأنا هقول لك الكلمة وانت هتشاور على الصورة اللي بتعبر عن المعنى بتاعها. مثلا أنا هقول لك climb يعني ايه؟ climb يعني يتسلق. فين الصورة اللي بتعبر هنا عن climb أو يتسلق؟ شاطرين، هي الصورة دي صديقنا اللي بيطلع السلم ده اسمه climb يعني يتسلق. hop يعني يقفز على قدم واحدة. فين هنا الصورة اللي بتعبر عن hop أو يقفز على قدم واحدة؟ شاطرين، صديقنا هنا بيعمل hop أو بيقفز على قدم واحدة. طيب skip يعني يقفز من فوق حاجة. فين هنا الصورة اللي بتعبر عن كلمة skip يا أصحابي؟ شاطرين، صديقتنا هنا بتعمل skipping أو بتنط من فوق الحبل. طيب هقولك كلمة jump فين هنا الصورة اللي بتعبر عن كلمة jump؟
وطبعا زي ما قلت لكم جامب يعني يقفز لفوق بجسمه كله. شاطرين هنا صديقتنا دي هي اللي بتعمل جامب زي ما احنا شايفين قدامنا. طب لو قلت لك كلمة run 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 يعني يجري، فين الصورة اللي بتعبر عن كلمة run هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده صديقنا اللي بيعمل run أو بيجري. طب آخر حاجة هقولك عليها كلمة كاك 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 يعني يركل، فين هنا الصورة اللي بتعبر عن كلمة كاك أو يركل يعني يشوت مثلا برجله؟ فين هي الصورة اللي بتعبر عن كلمة كاك هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي الصورة اللي بتعبر عن كلمة كاك أو يركل يشوت يعني. وبكده نكون أنهينا البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 13 أو صفحة 13 وعنوانها listening and speaking. listening يعني الاستماع، لما أنا بسمع لحاجة أو لحد معين بعمل listening. listening يعني بستمع. and و speaking speaking والتحدث listening and speaking. وهنا بيزي بي بتقول لنا listen and choose. listen يعني استمع، and و choose choose يعني اختار. تاني حاجة نعملها trace. trace يعني هنتتبع بقلمنا الرصاص أو with our pencil، هنمشي على الدوتس بالقلم الرصاص بتاعنا. تالت حاجة color and say، بعد ما تعمل trace هتعمل color وهتلون and say وهتقول اسم الحركة. فأنا هقولك مثلا كلمة كاك 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 يعني يركل أو يشوت. طبعا هي دي الصورة اللي بتعبر عن كلمة كاك. انت دلوقتي استمعت وبعدين اخترت الصورة الصحيحة، هتعمل عليها تريس وهتتتبع بالبنسل بتاعك او بقلمك الرصاص على الدوتس عشان تكمل الصورة بشكل سليم، وبعدين هتعمل كولر او هتلونها. وانت بتعمل لها كولرينج هتقول كاك كاك كاك. طب لو قلت لك سكيب 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 يعني يقفز من فوق حاجة معينة، طبعا هي دي الصورة اللي بتعبر عن كلمة سكيب، القفز من فوق أي حاجة. وطبعا هنا هنعمل عليها تريس بالبنسل بتاعنا أو بقلمنا الرصاص، وبعدين هنعمل لها كولرينج أو هنلونها. وإحنا بنعمل لها كولر هنقول سكيب سكيب سكيب. طب لو قلت لك كلمة run run run، فين الصورة هنا يا أصحابي اللي بتعبر عن كلمة run؟ شاطرين، هي دي الصورة اللي بتعبر عن كلمة run. فإحنا طبعا عملنا listen وعملنا اختيار كمان، عملنا choose، هنعمل بعد كده عليها trace بالpencil بتاعنا أو بقلمنا رصاص، وبعدين هنعمل لها coloring أو هنلونها، وهنقول run run run. طب لو قلت لك كلمة climb 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 يعني يتسلق، حد بيتسلق حاجة، فين هنا الصورة اللي بتعبر عن كلمة climb يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي الصورة اللي بتعبر عن كلمة climb. climb يعني يتسلق، هنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا أو بقلمنا الرصاص، وبعدين هنعمل لها coloring أو هنلونها، وهنقول climb climb climb. طب لو قلت لك كلمة jump jump jump، فين هنا الصورة اللي بتعبر عن كلمة jump يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي الصورة اللي بتعبر عن كلمة jump، فهنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا أو بقلمنا الرصاص، وبعدين هنعمل لها coloring أو هنلونها، وهنقول jump jump jump. وآخر حاجة أقولها لك كلمة هوب هوب هوب، فين هنا الصورة يا أصحابي اللي بتعبر عن كلمة هوب؟ وهوب يعني يقفز على قدم واحدة. شاطرين، هي دي الصورة، فهنعمل عليها تريس بالبنسل بتاعنا أو بقلمنا رصاص، وبعدين هنعمل لها كولرينج أو هنلونها، وهنقول هوب هوب هوب. وبكده نكون أنهينا البيج دي. وآخر حاجة عايز أقولها لكم،
ما تنسوش I can يعني أنا أستطيع. I can kick أنا أستطيع أن أركل. I can skip أنا أستطيع أن أقفز من فوق أي حاجة. I can run أنا أستطيع أن أجري. I can climb أنا أستطيع أن أتسلق. I can jump أنا أستطيع أن أقفز. I can hop أنا أستطيع أن أقفز على قدم واحدة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 14 أو صفحة رقم 14 وعنوانها Learn Sounds with Busy Bee. Learn تعلم Sounds الأصوات with Busy Bee مع النحلة النشيطة صديقتنا Busy Bee. وطبعا ده جزء الفونكس أو الصوتيات اللي موجود في منهج Connect. بنتعلم إزاي ننطق الحروف المختلفة في الكلمات المختلفة. النهاردة هنتعلم ننطق حرف الـ A وحرف الـ K في الكلمات المختلفة. فبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع and repeat repeat وكرر. فأنا هقول الكلمة وانت تعمل repeat أو تكرر ورايا. أول كلمة فيها حرف الـ A النهاردة هنقولها هي كلمة apple. apple apple. مرة كمان apple apple apple. مرة كمان apple apple apple. تاني كلمة فيها حرف الـ A عايزين نقولها مع بعض هي كلمة ant. ant 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 يعني نملة. مرة كمان ant ant ant. مرة كمان ant ant ant. وبالنسبة لحرف الـ K هننطقه النهاردة في كلمة كاك. كاك 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 يعني يركل يعني يشوت. كاك كاك كاك. مرة كمان كاك كاك كاك. وآخر كلمة فيها حرف الـ K هي كلمة كايت. كايت 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 يعني طائرة ورقية. كايت كايت كايت. مرة كمان كايت كايت كايت. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي بيزي بي بتقول لنا look انظر and circle وضع دائرة حول A and K. هنحط دائرة حوالين حرف الـ A وحرف الـ K في الكلمات المختلفة. وهي كمان كتبها لنا هنا in red color فسهل جدا ان انت تعمل حواليها circle زي ما انت شايف. وبكده نكون اتعلمنا ازاي ننطق حرف الـ A وحرف الـ K في الكلمات المختلفة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 15 او صفحة 15. وطبعا دي اخر بيج في درس النهاردة وفيها الـ handwriting او الكتابة بخط اليد. ازاي نكتب حرف الـ A وحرف الـ K اللي احنا كنا لسه بنتعلم الساوندز بتاعتهم او ازاي بننطقهم بشكل سليم. فهنا بيزي بي بتقول لنا learn تعلم to write and تكتب with بيزي بي مع النحلة صديقتنا بيزي بي. وطبعا ده جزء الـ handwriting او الكتابة باليد. وبيزي بي بتقول لنا هنا يا اصحابي trace تتبع and color and color ولون. فهنا هنتعلم زي ما قلنا نكتب حرف الـ A وحرف الـ K. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي هي دي طريقة كتابة حرف الـ A وحرف الـ K كمان بالشكل الصحيح. والمفروض مننا هنا في البيج دي ان احنا نعمل trace بالقلم الرصاص بتاعنا او with our pencil على الدوتس بتاعت حرف الـ A وحرف الـ K. وبعد ما نعمل تريس هنعمل كولرنج او هنلون الصور المختلفة. فاول كلمة عندنا هي كلمة apple apple apple. وهنتتبع وهنعمل تريس على حرف الـ A هنا. وكمان كلمة ant ant ant. وهنعمل كمان تريس هنا على الدوتس بتاعت حرف الـ A. وكلمة كيك كيك كيك. ونعمل تريس هنا على حرف الـ K. وكلمة كايت 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 كايت. ونعمل هنا تريس على حرف الـ K.
وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.